أنا المهندس محمد بدير، رئيس مجلس إدارة شركة باراجون ديفلوبمنتس. اشتغلنا في القطاع الهندسي والقطاع المقاولات. باراجون ون اهتمينا بالخدمات اللي بتخدم على الوحدة الإدارية. في باراجون تو عملنا الأكتر، عاملين 3500 متر من إجمالي المبنى فاسيليتيز تخدم على المبنى الإداري. باراجون هي عندها اهتمام كبير بالمباني الذكية. الدولة بداية من 2016 بدأت تفكر في المدن الذكية، فعلشان احنا مهتمين بالمباني الإدارية الذكية فلازم يكون المدينة نفسها هي مدينة ذكية علشان تقدر تستخدم كل الإمكانيات بتاع المدن الذكية. وبنقول إن التطوير العقاري ده عبارة عن مثلث، ضلع الإنجينيري وضلع الكوميرشال وضلع الفاينانشال. احنا بنفتخر إن احنا في باراجون التلات أضلاع موجودين بالشركائنا. عندنا ضلع الإنجينيرينج قوي جدا، عندنا ضلع الفاينانس قوي جدا، عندنا ضلع الكوميرشال قوي جدا، وهو ده سر النجاح. احنا بنحب نمشي بخطوات ثابته، ما بنحبش نستعجل الامور. يعني احنا لما دخلنا باراجون 2، باراجون 2 يمكن ضعف باراجون 1. ما بداناش في باراجون 2 غير ما احنا بدانا نطمئن على باراجون 1 تماما، واحنا بنصور فيها هو وخلاص على وشك التسليم. وباراجون 2 احنا عاملين سمارت سبيس وسي سبيس للكوربريت، وعاملين الهب. الهب ده احنا بنبص على المبنى الاداري على انه انسان فيه شرايين وفيه دم وفيه حركة. انت بتعمل كوميونيتي الناس تستفيد وتفيد.